يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون مليون ومائة وتسعة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومائة و أربعة وأربعون ألف شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة وخمسة ألف شخص.